ارحب فيكم في حلقة جديدة من ديار بليونز. طفنا اول مرحلة، الحمد لله طفنا اول مرحلة على خير. الحين عندنا مرحلة ثانية لازم نعديها، اللي هي انا ما بمتد هني، بس بسوي باترول. ابا امتد تحت، ابا امتد تحت، وابا خشب، وابا قلت لكم حديد بعد. هي صح انك انت الحلقه الماضيه بسوي حديد صح، وما سويت. كيف نسيت شيء نفس هذا؟ انا الحين ما ببني شيء، بعتمد دفاعات على الجماعه اللي هني. ابا انظف المكان هذا شوي، في رنر جاي بعد، في رنر جاي، في رنر جاي. وين هذا التصليح؟ هذا يكفي واحد. عندي واحد يدافع، يكفي هذا ولا ما يكفي؟ ايوه هني لازم ننزل تحت، هني في موارد، هني يبغى ننزل تحت. هني في موارد اكل، واللي هم اهم شيء. هني في اكل. انزين الحين مني الخشب الجاي، نحن بنكون بنينا المزرعة الجاية. سوري شو اسمه الجاي، وين الثاني؟ يلا جهز الخشب، الحديد. يلا يا وايد تأخرت على فكرة، انا وايد متأخر في الجيم بشكل لا تتصورون على فكرة، والتأخير هذا كله مش ايجابي، تأخير ابدا مش ايجابي. اي تأخير في ذي اربليونز معناه كأنك تموت، كأنك تنتحر. لازم تكون سريع، وما قاعد اطرش جماعات كبيرة حق تنظيف، مفروض اطرش جماعات اكبر. هاي المساحة تكفيني، لازم انظف المساحة شوي. الحين بجرب كيف اقدر، خلوني اذبح هذا اللي ورا. انا شفته هنا، اوف وايدين. وايدين وايدين. ابى احطي هني بس اساس ادافع مبدئيا في الوسط، ابى ادافع على المنطقة هاي، بحطي باليستا بعدين على الاغلب بهدمه، لان محتاجين الانكم والجولد كله اللي نقدر نحصل عليه، محتاجين الصراحة، ما اقدر استغني عنه. الحين هذا اذا ما طلع لي حديد، تو وود تو ايرون. الهجمة راح تكون مدمرة وانا متأخر، واذا هجموا من نفس المكان هذا، اذا هني يمكن ننجو، بس مكان ثاني ما اظني، مكان ثاني ما اظني ننجو. لكن بالنسبة لهالمكان انا خلاص بسكره، بسكره من هني بعد، ما بسكره من ورا، من هني عساس يكون معاه مدى منو. لحظة، عساس يكون مع مدى البرج مالنا. ما قلت لكم هم اغبياء ترى على فكرة يعني. اوكي في عندنا بلايند سبوت صغير، بس نحط جندي واحد يغطي عليه، وببدأ انظف المكان هذا. وشو بسوي؟ محتاج انرجي، انرجي تشوف فود برودكشن، محتاج انرجي عندي زايد، محتاج مزرعة. صدق المزرعة هاي
البريستا هذا بيشتغل شغل لانه بيدافع عن منطقتين، شغل مش طبيعي بيشتغل. خلينا نحط هذا على الطاير. على فكرة هنا ما في خشب، تعبان الخشب، يدافع عن منطقتين. اوكي مش غلط. خليه يدافع عن منطقتين لان انتو راح تكون هنا. شوف نايس، مش غلط ابدا ابدا مش غلط. بس بعرف الاتجاه الهجوم الجاي وين، تخبل واعرف. ها خلنا نضمه لقطيع التنظيف. كم حديد عندي؟ عندي 16. نايس، هذا يبنوه من هناك. بطرش هذا هنا يدافع، بقوي الدفاع هني. بما ان سوينا هالشي هذا اكيد في بيوت. اوكي تازين زين، ده شيء طاف المنطقة بنعرف وين صار. هلا سير فيه. هلا سير فيه مال خشب. والله ما يستاهل خسائر، ما يستاهل. هني يمكن بس ما يستاهل بعد. اوكي هذا البلسته قاعد يدافع، خلنا حسن بلسته الثاني بعد. وني بلنا ابا ثلاثة اربعة سنايبر زيادة، بس يبي كلير فيهن. في السنايبر زايد بس يبي كلير، لا كنسل واحد بيني 30. الثلاثين بنسوي فيه مزرعة، في وايد كالكوليشن هنا ترى. زين خلي يجهزوا عنا اربعة، بيكون امورنا شوي احسن، امورنا شويتين احسن، مش شوي، شويتين احسن. وين المزرعة مالي الحين؟ المفروض تجهز. اوكي حطي على 60، بحطي على 60، وبحطي في النص كوتج، وبحطي جنب الكوتج. اوريدي عندي فش فارم هناك، مرة ما حطي زيادة صح. زين هاي الموضوع يبالي تكتك اللعبة ترى، قد تبدو ابسط ما هي عليها على فكرة. شوفوا هالمكان هذا علة، فبضيق الاماكن اللي يهجمون منها. بحطي لي تور هني، بستعمل الشير لان الشير ما يدخلون منهم. تعال نظف المكان. هذا يبالنا انتاج حديد. لحظة خلها، هاي ليش ما قاعد يدافع؟ ترى هاي مصيبة. خلها تعالوا انتوا هنا. اوكي ابو ابني كيف ترتيب؟ اذا السالفة كذي مكان جميل، مكان اجمل. نبى بس كم من واحد زيادة دام نقدر، خلنا نسوي ابجريد. بلستة نبى وود.
الروم نفلترها عن طريق المكان. على فكرة الفلتر وايد تلعب دور في اللعبة. ادفانسد ميل او ادفانسد ميل ستورج ولا ادفانسد ميل؟ ادفانسد ميل محتاجين، بنحتاج انرجي وايد قريب. انزين من جاينا من وين جاينا؟ زين مو وين بيون؟ اوف افا from the north. خلنا نشوف من اليسار بيطلعون ولا من اليمين. اذا بيهم هني بيكون اوكي والله وايد. بيهم من نفس المكان. اظني مسكر بيون من نفس المكان وعندي سنايبرز. المفروض ما اعتمد هالكثر على سنايبرز، لكن سنايبرز اتصور بيسوون شغل الحين، شغل حلو يعني، بيدافعون بشكل جميل. بس اهم شيء مين من هني، لو يو من هني بتوهق. اهم شيء من هالمكان. لحظة خلنا نسوي لنا إدارة زايد، بس لمجرد الإدارة الزايد انهم يهجموا عليه قبل الباقي. وين صار الباقي؟ ها طرشت البنات. وين كان عندي بنات مدافعات؟ وين راحوا؟ نظريا مفروض انهم يكفون، او ان شاء الله يكفون. هاي نظريا يعني، لا تعتمدوا عليه واحد، ما ذبحنا غير نظريا. لم يقتلنا الا النظريه هذا. هذيل هن البنات. طرش تنتين انا بس. خلص الهجوم من هناك، خلنا نشلهن. بنظف البقعة، بسوي دفاع، بخلي البقعة برايها، بطلع مكان ثاني. لازم انظف الخريطة الحين، اذا ما بديت انظف الخريطة عدل راح اتوهق. لحظة نبى ماركت، لا نبى ستون وركشوب. الحين نبى ستون وركشوب، لازم الحين نسوي ستون وركشوب عشان نسوي التطورات اللي بعدها. تعال اوكي 20 مود بيكون سريع، بس الحين ببدأ انظف فوق. من اخلص هني دفاع واحط اثنين يدافعون مع تور. وين اظن في مدينة هنا، لان وايد قاعد يهدمون بسرعة، وايد بسرعة قاعد يهدمون. اول ما احط دفاع يهدمون. من وين بريك ثرو؟ هنا برايا هاي العادي صغار بريستا بيتولوهن. يغطي كل مكان. اوكي ما نحتاج اكثر، لكن دام في مجال. اوكي
نفعنا. ما راح ينفعنا ابدا. خلي هاي وهاي، خلي ثنتين هني يدافعون مع الباليستا. حطي لهم يدران، اذا احتجت تزيد بعدين بزيد، مو مشكله الحين مو بزيد كله مره واحده. تعالوا انتوا تعالوا، تعالوا هني، تعالوا هني. ستون وركشوب انرجي 20 و 20. زين اذا احطي لك هذا هني كم انرجي بيزيد؟ وايد. اوكي ها اشوف انا ممتاز المكان. هان بعد ممتاز هذا. خلنا نسوي لود اوت تاور، ابى اشوف اذا في مدينة قريبة اساس ما نتوهق. اوكي سنايبرز، نسوي لنا 5 غير سنايبر. اوكي ابى اسوي منطقة خنقهم فيها نفس تشوك بوينت، على اساس يجون يهجمون ما يفلحون. اللي هو بتكون هني وايد وايد. اوكي حطي هذا هني. شو بنحط الحين؟ هاي الوايد يضربون العوزوني، هاي ما يخلصون. وين الفود مالي؟ عندي فود عالي، انا عندي وود عالي. وركرز فيريدو شو في مدينة هني؟ في مدينة بتلعوز، ما في امتداد فعلي يعني. مشكلة مش قادر احصل خشب زيادة على فكرة، بس مفروض ابني ماركت الحين. ماركت، نبني ماركت، نبني لودا تاور. وين بحطيه؟ هني. ابى اكشف هاي المنطقة، وابى لودا تاور وين ثاني؟ هني يمكن احطيه. المشكلة مش هي المشكلة، بحط لودا تاور هني. لا ما بحط لوداتور هنا. نو واي حط لوداتور هنا. نو واي. زين نطور البيوت قد ما نقدر. هجمة قريبة ثانية، لكن هالمرة من وين يا هل ترى؟ ايوه مدينة هني يا خرع المدينة، خرع. أنا أقول ليش يعني إذا ياني من هني ويب من فوق بيجيني ويب بتلعوز.
تعال هنا. بس زين شو ترتيب ستون وركشوب؟ اذا ببني ستون وركشوب 40 ود 1000 جولد. اوكي بتريا شوي. هذا بيسوي لنا مشكلة اذا انا ويف قوي بيسوي لنا مشكلة. اخاف في مدينة ثانية تحت. خلنا نشوف. بتشوف بتعرف. خل هذا يكشف لنا منطقة. كشفنا المدينة هنا. خلنا نجدم هاي شوي. برايهم حشرة بحشرة برايهم. وايد متأخر في الستون وركشوب. وايد متأخر فيه. مشكلة فايل اذا هجم على المدينة تكون معادلة خسرانة شوي ترى. يا حبيبي كم بحتاج اسوي كلير انا؟ 40 وود ستون وركشوب. روح جنب هذا. ما عندي دفاعات هنا ترى. ما عندي دفاعات. وما عندي تاج خشب فعلي. هذا جولد. خلنا ننظف البقعة اللي على اليسار. ان شاء الله ما يجينا من مكان يبهذلنا. وين بيون؟ وين بيون؟ ما اظن انكم محظوظين يجون نفس المكان. ما اتصور. ما اتصور اني بكون هالكثر محظوظ. في رنارز في كل شيء هني. بس خلنا ننظف المكان. بخلي شيء حق دفاع ما خلي شيء حق. اتمنى ما تكون نهاية يعني. ان شاء الله ما تكون نهاية. ان شاء الله ما تكونش نهاية يعني ابدا. تستوي ترى واحد تكون نهاية على شيء تافه نفسها ترى. لحظة شو اقدر استفيد منه الحين فعلا؟ ستون وول اللي فعلا استفيد منه. ناقصنا وركرز ما اقدر اسوي له. هاي يذبح اللي ورا. اوكي رقم واحد. رقم واحد يا مال رفع الضغط. اللعبة تجيب التوتر العصبي. أنا هذا واقف ليش ما قاعد تهجم عليه؟ سؤال. أوكي. خيبة كم واحد جاي؟ أبغى أعرف الويب اللي جاي وين جاي. بسوي ابجريد بس من يهجمون. الحين ما بسوي ابجريد. خلهم برايهم. خلنا نحط لنا ونسوي ريبير. وينكم انتو؟ شفت شورت كاتس. هالمدينة بيكون مصيبة. والله هالمنطقة حلوة ترى. امتد لداخل. اسكرها. خلنا نشوف عقب الهجوم الجاي. اذا نجينا الهجوم الجاي بيسوي الامتداد هنا.
بس الحين كفو سنايبر ترى شيء فنون، من احلى ما رايت السنايبر. انزين شو نبغى نسوي الحين؟ بنك. ما نبغى نسوي بنك، انا لازم ابني ماركت. حتى وير هاوس ما بديت. نشوف شو كنك تور ستون هاوس بنك. ولا 40 ستون فارم روم عقلي فارم هنا، بس محتاج اكل انا الحين. هي محتاج اكل بعقلي فارم. خلنا نشوف شو اقدر اسوي هنا. يا حبيبي ذبحهم. تعال تعال، هلا اسوي لك كايت يا حبيبي. كم مليون يعلي طلع لي؟ كم مليون رغدي طلع؟ ها مسكر وانا قاعد ترياي ينتج. اوف ها احلى واحد حطيته، يمكن احلى واحد حطيت. 3 ستون 3 ايرون. هم بيلفلون لكن لمتى؟ It's coming from the south. اوكي ان شاء الله يوم هني، ان شاء الله يوم هني. ما عندي تاج خشب يعني. انا الحين في العادة كان اللي يعوزني حصة هالسوالف، ما كان يعوزني شي اسمه خشب. هالسلسلة هاي ولا هالمرة بس يعوزني الخشب. ساوث بيوم هني ولا من فوق؟ ساوث. انا وين قاعد طالع؟ تعال انت تمو هني، انتو تعالوا هني. ساوث يا اخي جنوب. انا بلاي مسطل والله، اني مسطل. لا عليك يا خليل، ما تعرف الفرق بين ساوث ووست. شو ناقص انك انت انرجي؟ خرب بيت الانرجي مش وقته. خربيت الانرجي مش وقته. نشوف هنا، هل نشوف ننجو من هاي ولا ما بننجو مع سنايبرز؟ هاي الهجمة المستحيلة. كنت انا على وشك الموت سبت الغلطة هاي على فكرة. انا كنت على وشك اني عاد انهي حياة مستعمرتي سبت الغلطة، ولازلت. خلنا نشوف. لكن سنايبرز كفو والله، سنايبرز ترى كفو اكثر ما تخيلون. سنايبرز و بانك فوندري. ما با فوندري، ابا باور بلانت. بانك ابا بانك. اوكي خلص الهجوم، نايس. اوكي ممتاز. انت فيترن اوريدي ملفل، روح وين؟ روح دافع. اقول لك تم هني ولا تعال هني، هني وايد هجوم مستمر. انتو تعالوا هني، محتاج اتمدد. لكن هاي بالنسبه لحلقتنا، انا طولت وايد، ما بطول فيها اكثر. وصلنا اليوم 35
باقي لنا 65 يوم على النجاة، إذا قدرنا ننجو يوم 65 في عادة 94 أظن ولا 96 يكون، وأربعة أيام الهجوم إذا قدرنا ننجو معنا نحن أوكي. للحين ما في شيء مضمون، بنشوف شو نسوي إن شاء الله. شوفكم في الحلقة الجاية إن شاء الله على خير، وخلكم متابعين وبشوف كومنتاتكم، وهل تحبون السلسلة هاي بتكمل ولا لا، ولا نتعلمها مع بعض ولا ما نتعلمها. والسلام عليكم ورحمة الله.